السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي كل من العنب الأسود والعنب الأخضر لمجموع الفواكه الموسمية التي تمتاز بالإضافة للمذاق الحلو اللذيذ بالقيمة الغذائية العالية، إذ بغناهما على مستوى البوتاسيوم فهما يدعمان انتظام معدلات ضغط الدم، أما باحتوائهما على الفيتامين سي فهما يعززان إنتاج الكولاجين المفيد لليونة البشرة. وأخيراً ما يهم السكري، فإن العنب الأسود يشهد ارتفاعاً على مستوى كل من المؤشر والحمل الجلايسيميان مقارنة بالعنب الأخضر. ومن هنا فإن كنت تعاني من الداء الأيضي وترغب في الاستفادة من إحدى الفاكهتين، فما عليك إلا بتناول أنصة إلى أنصتين من العنب الأخضر، أي حوالي 60 غراماً خلال حصة واحدة في اليوم. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المقارنة بين العنب الأسود والعنب الأخضر. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.